سعياً منها إلى تثقيف المواطنين حول أهمية التبرع بالدم ودوره الكبير في إنقاذ الأرواح، وتلبية لاحتياجات بنك الدم الوطني، يندرج هذا النشاط التطوعي المنظم تحت شعار معاً من أجل إنقاذ حياة المواطنين. كيف شفتوا حضور متميز للمتبرعين حلفاء، جزاهم الله خير، جاءوا بكثرة شباب، حضور شبابي متميز أيضاً هذا التبرع بالدم، وهذا يدخل في نطاق الأنشطة اللي دائما تقوم بها منسقية تفرق زينة وحلفائها في إطار خدمة المواطن. وفرصة لساني حنشكر أعضاء المنسقية كلهم، ونشكر الفاعلين وحلفاء المنسقية اللي حضروا اليوم بكثرة وساعين من أجل هذا، ساعين أولا ترسيخ روح المواطنة، ثانيا إنقاذ حياة المواطنين، نشر ثقافة تبرع بالدم به اللي مهمة من بين المواطنين. وقد دأبت منسقية تفرق زينة وحلفاؤها على تنظيم هذا اليوم الخاص بالتبرع بالدم مرتين من كل عام. اعتادت المنسقية على مجموعة أنشطة اجتماعية من بينها التبرع بالدم من كل 6 أشهر، دائما تعد حصيلته 150 125. ذي المرة هامنا إن شاء الله بإذن الله معدلين تعبئة وتحسيس كبير إن هالدور تلحق إن شاء الله إلى راد ملالنا واحدة 700 500 400 بإذن الله تعالى هذا اليوم. ونختار نقول المواطنين الموريتانيين كاملين التبرع بالدم، ما ينجبر، ما هو في البشر، وأن التبرع بالدم مفيد وأكثر فائدته لذا اللي عاطيه، حتى مع أنه لينقاذ نفس بشرية ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا، به اللي عاطيه ليكسب 4 مسائل: لولا أعرف فصيل الدم والعاد ما قطع أعطاه، الثاني أن يعرف أنه باتيت آ ما يفيه، باتيت ب ما يفيه، شين قال له زقال ما هو فيه، فيروس داء المناعة المكتسب ما هو فيه. هذا 4 فحوص بالإضافة لفصيلة الدم، هذا حد مش يعدلهم ليتكلف فيهم فضة ليربح عدلهم ويجبر الأجر. شهد هذا اليوم التطوعي محاضرة تناولت أهمية التبرع بالدم من الناحية الدينية والطبية، إضافة إلى الحفاظ على الإمدادات الكافية من هذه المادة وتحقيق الوصول الشامل لها في الظرف الآمن والمناسب.